بتعرفوا شو أكتر شيء غلط نحن بنعمله مع أطفالنا؟ إنه نحن نفرجيهم إنه نحن بنعرف كل شيء وبنقدر نجاوب على كل شيء. نحن هيك منكون عم نضر الأطفال ومنكون عم نعيشهم بالخيال. نحن مش غلط إنه نقول لأطفالنا في أشياء ما بنعرفها، مش غلط نقول لأطفالنا روحوا دوروا بالمراجع المختصة عن هذا السؤال وتعوا خبرونا شو هي الإجابة، كوننا نحن ما بنعرف كل شيء وما عنا كل المعلومات. فما تقولوا لأولادكم إنكم تعرفوا كل شيء، بالعكس خليهم هني دوروا معكم، وإنتوا إذا أولادكم سألوكم أي سؤال وما عرفتوا دوروا على الإجابة ورجعوا خبروا لأولادكم.